وسهلا بكم في قناة تعلم مع آدم وإياد. نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار استعداد لفروض المرحلة الثانية أو الفرد الثاني للدورة الأولى بالنسبة للمستوى الثاني، هنشوفوا نموذج للفرد الثاني الدورة الأولى مادة النشاط العلمي للمستوى الثاني. إذا الفرد الثاني الدورة الأولى مادة النشاط العلمي للمستوى الثاني، إذا النموذج على شكل PDF هتلقاوه في الوصف. إذا نبداو الأسئلة مع الأجوبة والشرح. والسؤال الأول: أتمم بما يناسب. عندنا خافت، قوي، مرتفعة، ضعيفة، غير مزعج، مزعج. إذا بالنسبة للهمس عندنا الصراخ. إذا نبداو بالهمس. إذا الهمس صوت خافت أم قوي؟ إذا بالنسبة للهمس فهو صوت، كيف هو؟ صوت خافت. إذا الهمس ممكن يضرب واحد شوية، إذا هذا صوت خافت. إذا شدته، إذا مادام صوت خافت فهو شدته ضعيفة، شدته ضعيفة. إذا وهو صوت مزعج أو غير مزعج؟ طبعا الهمس صوت غير مزعج، إذا نكتب هنا صوت غير مزعج، صوت غير مزعج. نعم، مشو دابا الصراخ. إذا الصراخ صوت كيف هو؟ قوي. إذا صوت قوي. شدته مادام قوي شدته كيف هي؟ مرتفعة، شدته مرتفع، مرتفعة. وهو صوت، طب الحال يعني الصراخ فهو صوت كيف هو؟ صوت مزعج. إذا نكتب هنايا صوت مزعج. نعم، سلينا السؤال الأول، ننتقل إلى السؤال الثاني. إذا أصل كل صورة بنوع الطاقة المناسبة. إذا هنا عندنا الطاقة المغناطيسية، الطاقة الكهربائية، والطاقة العضلية. إذا عمدوا بالنسبة هاد يمثل مغناطيس، إذا فهو يمثل طاقة مغناطيسية. إذا عنشوفوا بالنسبة الهاتف، يعني عندنا هنايا طاقة يعني كاين الكهرباء، إذا هنا عندنا نستعمل باش نشارجي إلى آخره. إذا هنا طاقة كيف هي؟ طاقة كهرباء، كهربائية. إذا عمشوا بالنسبة هنا يخدم العضلات، إذا هنا كنهضروا على طاقة كيف هي؟ طاقة عضلية. إذا هنشوفوا بالنسبة لهذا سائق الدراجة فهو يستخدم عضلات الرجل، إذا فهي كذلك طاقة عضلية. بالنسبة للحاسوب، إذا لورديناتور يعني باش كيخدم كيخدم بالضوء، إذا هنا نستخدم طاقة كيف هي؟ طاقة كهربائية. نعم، سلينا السؤال الثاني، ننتقل إلى السؤال الثالث. إذا هنا أضع علامة X في خانة السلوك السليم وعلامة X في خانة السلوك غير سليم. إذا هنشوفوا بالنسبة السلوك السليم يعني سلوك يعني مزيان، وسلوك غير سليم سلوك خاصني يدر بصحتي أو يدر بغيري. إذا هنشوفوا بالنسبة أول حاجة عندنا بالنسبة ألتزم بممارسة الرياضة باستمرار من أجل صحة سليمة. نعم، الرياضة هي مهمة من أجل سلامة الجسم وسلامة العقل. إذا هذا سلوك سليم، إذا هنا نوضعوا إكس خضراء. إذا نشوفوا بعد السلوكات السليمة، استعمل سماعات الأذن من أجل سماع موسيقى شدتها قوية، إذا هذا سلوك غير سليم. لا ألمس أجسام ساخنة أو الأدوات الحادة بيدي، هذا سلوك سليم. أحافظ على نظافة جسمي وثيابي باستمرار، هذا سلوك سليم. أفتح قنينة زجاجية لمشروب بأسناني، هذا سلوك غير سليم. ألعب بعنف خلال فترة الاستراحة، هذا سلوك غير سليم. إذا أستعمل سماعات الأذن من أجل موسيقى صاخبة أو شدتها قوية، هذا سلوك غير سليم. أفتح قنينة زجاجية لمشروب بأسناني، هذا سلوك غير سليم. ألعب بعنف خلال فترة الاستراحة، هذا سلوك كذلك غير سليم. إذا سلينا السؤال الثالث، ننتقل إلى السؤال الرابع. أكمل استنتاج التالي بالكلمة المناسبة. حاسة السمع مزعج الصوت. إذا هنشوفوا الضجيج فهو كيف هو؟ فهو صوت ساخب. إذا فهو صوت، إذا هذه مزعج باش تبان لكم، صوت ساخب ومزعج. إذا ومزعج، إذا صوت ساخب ومزعج. إذا هذا الصوت الساخب والمزعج يؤثر سلبا على أي حاسة؟ طبعا على حاسة السمع، يؤثر على الأذن، إذا يؤثر على حاسة السمع. إذا هنا يؤثر على حاسة السمع. إذا بالنسبة للضجيج فهو صوت كيف هو؟ صوت ساخب ومزعج ويؤثر سلبا على حاسة السمع. إذا ننتقل للسؤال الخامس. اكتب رقم كل صورة في الخانة المناسبة. إذا عندنا واحد، جوج، ثلاثة،
إذن بالنسبة قوة تغير اتجاه الجسم، قوة تغير شكل الجسم، وقوة تحرك الجسم. إذن ضرب تغير شكل الجسم فهي في الواحد، لأن هنايا كما كان الجسم كروي متكين عليه بإيدينا، تغير الشكل ديالو. إذن تغير شكل الجسم فهو، إذن هنكتب هنا رقم واحد، إذن تغير شكل الجسم رقم واحد. نعم، غنمشيو هنايا الصورة الثانية، فهي خاصة قوة باش تدفعها، إذن باش تحركها، إذن قوة تحرك الجسم. إذن هنا عندنا ت ثانيا قوة تحرك الجسم، إذن هنا بالنسبة ثانيا قوة تحرك الجسم. غنمشيو ثالثا قوة تغير اتجاه الجسم، إذا الكرة كنغير اتجاهها كنضربوها، ممكن نضربوها يمين نضربوها يسار، إذا هنا قوة تغير اتجاه الجسم. إذا بالنسبة لتغيير اتجاه كرة الكرة، إذا فهو رقم كم؟ رقم تا ثلاثة. إذا عندنا رقم تا ثلاثة، إذا هذا هما يعني رقم كل صورة في الخانة المناسبة. وبهذا نكون سالينا التصحيح ديال هذا النموذج. نتمنى أنكم فتكم، شكرا وإلى اللقاء.